هذا كان الإمام ستة، وأخذنا أقل ما يقال بصحة كان الإمام أخذتم الأوراق معكم إلى المغرب، الذي لا يأتينا بورقة يمشي أحسن. طيب نحن ما بدنا نمشي، أوكي، لابد أن يكون لدينا كف حذاء، هذا مهم جدا. نعم، لأنه لو عندما يتأثر واحد يعتبر البقية إن شاء الله، إن شاء الله يعني ما يكون هذا، إن شاء الله يعني. طيب، إذا الإسماع شرحنا الإمام، من يعرف من الإمام لها السنة والجماعة؟ نعم بقية أي الإمام لها السنة والجماعة، نعم نعم ما شاء الله. ما قول اللسان؟ خمسة أشياء قلنا بالتعريف، لو اختل واحد هذا ليس الإمام لها السنة، قول باللسان، اعتقاد بالقلب، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح أركان، ما هي الأركان؟ لا أحد يتكلم الأركان؟ إيه نعم، عمل بالجوارح أركان، ما هي الأركان؟ يعني الأطراف مثلا تبغى الجوارح شيء، أعضاء الجسم، طب هذا إذا نقول عمل الجوارح فقط، لماذا نقول أركان؟ الجوارح فقط يزيد بالطاعة فقط لأنه كذلك القلب عمل هذا هو، قل عمل القلب وعمل الجوارح وارتاح يزيد بالطاعة ينقص يقول يعتقد بقلبه لكن ما يصرح باللسان مؤمن أو كافر هو مؤمن بس ما بصير ما يعتقد بقلب لكن ما قال بلسان لا اله الا الله. الحمد لله. لا يعني مجبر. كفر على هذا. صدقنا ما قلنا مجبر لا. قلنا انسان طبيعي جدا. الحمد لله. فرعون يعرفها ومقر بها لقد علمت ما انزل هؤلاء الارض السماء. كافر. كافر نعم انت كفر على هذا. اعتقاد بالقلب في احد على وجه الارض في يوجد واحد على وجه الارض ولا اعرف انه مخلوق ما يوجد لا يوجد احد الا يعرف انه مخلوق ام خلقوا من غير شيء من الخلق حتى النمرود يعرف انه مخلوق ما يعرف والله يعرف نعم اجلس طيب وشرحنا اركان الايمان وذكرنا الاسلام نبدأ بإذن الله تعالى الآن في بيان الأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أقل ما يعرف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم من يذكر لي أقل ما يعرف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن هاشم بن وهاشم بن قريش وقريش بن العرب العرب من ذرية اسماعيل بن ابراهيم عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم فتح الله له من العمر كم يا اخوان ياتيك السؤال ما تجيب باذن الله يجيب نعم كم له من العمر عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي في هذه الدنيا ثلاث سنين قبل النبوة 40 سنة وكم نبي ورسول هل هو نبي أو رسول نبي ورسول هو هل هو نبي أو رسول رسول ولا هو نبي أو نبي ورسول هو نبي ورسول مد بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي؟ بأبي أقرأ هذا الحين هذا المرحلة نبدأ بأقرأ إذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعت أحد العلماء يقول أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا المدثر نقول صحيح هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي اقرأ أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل رضي الله عنه نعم هذا بالنبوة وأول من آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه
ها؟ نبدأ الأقرى وأشهر المدرسة بلد مكة. اللهم تستطيع قبل تستطيع عندنا يعني اختبار قبول في المعهد في المدينة اختبار قبول يعطينا طالب من المدينة إنه لا يقدر يروح طلاب بعثات وكذا طلاب من المدينة في سؤال اختبار اختيار ثلاث اختيارات هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث اختيارات الحبشة الطائف المدينة تتخيل طالب في المدينة ممكن يشكل عليه إشكال النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف فلا يكتب الطائف لكن يكتب الحبشة ولو تسأل عن لاعب عن كرة عن كأس العالم يعني في اختبار الصف الثالث المتوسط أريد أن أسأل سؤال في باب من جهل شيء من أسماء الصفات كتبت سؤال ما حكم الإيمان بالأسماء والصفات تتخيل طالب في الثالث المتوسط يكتب لي شيء في الأول ثانوي سؤال أركان الإيمان اختيار خمسة ستة ثمانية ممكن اختبار كذا يضع خمسة ممكن يضع ثمانية فما بالك الآن بعض الناس أخواننا أمر عظيم والله أخواننا التوحيد أراد تقريبا عن التوحيد وفرق التوحيد لم يبقى أقرأ ورسل من دفتر ولد ماك هاجر إلى المدينة طيب ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معنى دعوة النبي إلى ماذا يدعو نعم إلى النبي عليه الصلاة والسلام دعا للتوحيد وأنت ما تدعو للتوحيد يدعو للتوحيد وانظر على الشرك إلى أن توفاه الله منذ أن بعد عليه الصلاة والسلام ويدعو التوحيد ويدعو الشرك حتى هو على فراش الموت يحذر من الشرك ويدعو التوحيد هذه دعوته نعم بعثته إلى من بعث؟ الله تعالى إلى قوم خاصة؟ لا إلى العرب؟ لا إلى الإنس؟ لا إلى الإنس والجن؟ نعم يا سيدي الله تعالى طيب ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ أنه بعث الثقل أنه لا يستطيع أحد أن يتخلف عن شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كل من بلغته يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو سابق أكبر كائن من كان صح؟ إذا اليهود والنصارى اليوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم الدعوة يدخل في الدين هم كفار ولا أحد يشك في كفرهم حتى لو كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار قول من؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه طيب دعوة الطبيعة هل مات النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ من يعلم؟ يعني؟ من يعلم؟ هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر عبد يلحق ما يلحق البشر مات عليه الصلاة والسلام هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو بقي الشيء لم يبلغ من الناس؟ نعم 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 بلغ الرسالة وإن الأمانة ما معنى لأنه بلغ طيب هذا الذي يرتجع في دين الله جاءنا فلان منك وقد جاءني النبي عليه الصلاة والسلام البارحة في المنام
وقال يا فلان صلي على صفة كذا كذا، ايش تصنع؟ سبحان الله. أقول لك قال جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال يا فلان صلي على صفة كذا، ادعو بدعاء كذا، ايش تصنع؟ ننظر في هذه الرؤية ما رأى في بالنسبة لشيء وافقت استانس به ولم توافق نقول كذبت والله. النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يأتيك، لأنه معنى هذا أنه أبقى النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا من يبلغ منكم، قال هذا خاص بي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا خصوصية، نقول ما العبادة لا يوجد، يقول شيخ الإسلام لا يوجد حكم في الشريعة خاص الإنسان بعينه، يوجد؟ أبد ما يوجد أي حكم في الشريعة خاص الإنسان بعينه، عبادة الكل صح؟ حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، إذا هذا كاذب اللي يقول كذا. لكن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا فلان اتق الله، ما تقول؟ قال على ما الشريعة وافقت الشريعة استانس بها. نعم فتح مالك فهو عبد لا يعبد ورسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أن المؤلف رحمه الله ذكر الخاتمة، الخاتمة هذه ذكر فيها الخاتمة تبدأ من عين والناس إذا ماتوا يبعثون. طيب كتب الله سبحانه وتعالى أن الناس يموتون على الدنيا ولا بد، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن ينزل ويموت، منها خلقناه وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. البعث ينكر الكفار ممكن. ثم ذكر الهجرة، ما هي الهجرة؟ من يعرف؟ نعم الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. اليوم يسمي بعض الناس الانتقال من بلد الإسلام بلد الكفر هجرة. لا تقول بالعكس، نعم بلد الكفر إلى بلد الإسلام. طيب وهي باقية إلى قيام الساعة. أقسام الهجرة أنواع الهجرة ثلاثة، ما نعرف أنواع الهجرة. هجرة من مكة إلى المدينة، وهذه انقطعت ولله الحمد فتح مكة، وهذه في بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة لن تعود بلد كفر، لا هجرة تبع للفتح. هذا واحد، هجرة مكة إلى المدينة. الثاني جاء ما حرم الله، تهجر ما حرم الله. طيب هاي باقي هجر بعد الكفر من الإسلام، باقي القيام الساعه فتح الله. متى يغلق باب التوبه؟ من يعرف متى يغلق باب التوبه؟ نعم يا اخي، عند الغرغرة او طلوع الشمس المغربية، الله يفتح عليك. نعم طيب من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت، من يعرف؟ أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت؟ أخواننا اسأل، قل ما هو الطاغوت؟ ثم يكفر الطاغوت ويؤمن بالله. من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت، نعم، لا خلاص، كل معبود من دون الله. أجل. أردت مثله، إذا كنت مثله. تعريف ابن القيم رحمه الله، ماذا قال؟ كل ما الطاغوت كل ما زاد به العبد كل ما بلغ أو زاد به العبد حده من معبود أو مذموع أو مطاع. كل ما لحظة أنا ذكرت لحظة خذ العبد لحظتين ما تجاوز به العبد حده من معبود أو من معبود مطاع أو مذموع أو مطاع أو مطاع هو غير كثيرون رؤوسهم خلص ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مذبوح أو مطاع. معبود مثل الأحجار والأشجار، لو عبدها أصبحت طاغوت. مذبوع أو مطاع، مذبوع وراء خارجين عن طاعة الله، لا طاعة علماء خارجين عن طاعة الله. مطاع وراء خارجين عن طاعة الله. فتح الله عليك. يقول الطاغوت كثيرون.
ورؤوسهم خمسة. ما يذكر لي رؤوس الطوائف الخمسة. خمسة طوائف. نعم. إبليس لعنه الله. إبليس لعنه الله. نحن لا نعلم عن إبليس. نحن نخبر أن الله سبحانه وتعالى عن إبليس أن يطرد من رحمتنا. ماذا تصنع؟ تستعيذ بالله منه. إنه لو لعن إبليس تعارض. كما هو التحدي. تستعيذ بالله منه. تخبر أن الله سبحانه وتعالى عن إبليس أن يطرد من رحمتنا. الثاني. من عبد وراه. من عبد وراه. لو جاء إليك إنسان وانحنى لك. ماذا تسمع؟ تقول أحسنت بارك الله فيك. هكذا يوقع علينا. فأنت طاغوت لا شك فيه. إذا انحنى لك إنسان إما أن تنكر أو تكون طاغوت. صح؟ صحيح هذا. لو جاء لك إنسان وقال ما شاء الله شيء، ماذا تقول له؟ بارك الله فيك، بطل. الله هكذا يوعظهم العلماء. طب ماذا تقول له؟ من يعرف؟ نعم. ما شاء الله ثم شاء الله. أجعلت لله ندا؟ تقول له هكذا كما أجاب النبي، بل ما شاء الله واحد، أعلى مرتبة. فتح الله. طيب هذا من عبد وهو راض. يعني الآن بعض الناس يأتي يسأل ينحني ايش تسمع؟ أقبع. فهمت؟ أو تسكت؟ أقول له أجعلت لله ندا. طيب أقول له هذا تحية. تحية. صح؟ تحية. يسه؟ ها؟ ورفع الرماع أبصر الخبر له سجد احتج بها ليش تقول يقول يصح السجود لغير الله هذا الدليل هذا لم يكن في ترى هذا ليس بعبادة هذا عبادة ما يمكن تصرف لأحد ما يمكن تصرف لموسى عليه الصلاة والسلام لعيسى لموسى لمحمد عليه الصلاة والسلام لا والله ما يمكن هذا طبعا عبادة ما يمكن ما يمكن أن تصرف عبادة لغير الله قطعا لا أجمع الأمة على هذا ثالث من دعا شيئا من الغيب ثالث من دعا شيئا من الغيب لحظتين هم ما تعطي نعم ومن دعا من دعا نفسي عباد نفسي مثل فرعون قال ما عرفت لكم من الله غيري والثالث الرابع من دعا شيء من علم غيري لو قالت لقوم القيامة في يوم كان غدا النتيجة تنسكر يسجل الهدف الأول فلان وهدف الثاني فلان ادعاء عن غيرنا كورة هذه كورة نلحق رابع منها والخامس ومن دعا الناس على أعمال نفسه ذكرنا الخامس من حكم غير ما أنزل الحكم غير ما أنزل الله يأتينا إن شاء الله تعالى لكن نريد نعرف هنا هذا الطاغوت إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح أو حكم فلان من الناس حكم القوانين والطواغيت مثل حكم الله أحسن فهذا يعتقد كافر كفر أكبر طاغوت مفهوم؟ طيب ثم ماذا ذكر بعلمان؟ ذكر ماذا ذكر المؤلف بعلمان؟ نعم صلى الله عليه وسلم قبلها أقسام الجهاد قبلها ختم هذا الصلاة عندي أعلم أنا قبل بعد ما ذكر الطوائف كثيرة رأس الخمس وفي الحديث لا أحد يتكلم رأس الأمر الإسلام نعم وفي الحديث رأس الأمر الإسلام في الحديث رأس الأمر الإسلام إذا قطعنا الرأس ما تجلس إسلام الإسلام الذي تحين وقدر القطاع الرام يستكره المراتب ثلاثة أخذ رأس الأمر الإسلام وعمود الأعمدة التي يقوم عليها البناء فمن ترك فقد كفر وعمود وذروة سنامه جهاد في سبيل الله من تجاهد في سبيل الله اجلس ابن القيم ذكر أن الجهاد في سبيل المجاهد لا بد يجاهد أربع هذا جهاد أنواع جهاد أربع تجاهد الناس والشيطان والكفار والمنافقين
ومجاعلة المعاصي والبدع والمنكرات. كم أربع أشياء: جهاد نفس، شيطان، كفار ومنافقين، وبدع ومعاصي ومنكرات. أربع. هذا جهاد. من تجاهل على في كتاب الجهاد تجدها في رسالة المعاد من كلام ابن القيم رحمه الله. مجاهدة النفس كيف تكون؟ من يعرف؟ نعم يا أخي. مجاهدة النفس تكون بترك الشهوات وفعل الطاعة. خلي بالك. أول درس ذكرناه. نعم يا أخي. مجاهدة النفس تكون في العلم. بالعلم والعمل والدعوة صوت العصر. هذا النفس صح؟ الثاني جهاد النفس والشيطان، مجاهدة الشيطان، الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم سمي بهذا الاسم لأنه يرجم بني آدم من طريقين. يعني ترجم من؟ بني آدم من طريقين: طريق شبهات وطريق شهوات. شبهات بدعة شرك، الشرك أكبر أصلا، إذا لم تسلك مع هذا الطريق جاءت من الطريق الثاني. شهوات صغائر كبائر صح؟ إذا مجاهدة الشيطان بماذا تكون؟ ترك الشبهات ترك الشهوات. الحمد لله. جهاد الكفار المنافقين بالقلب واللسان والجوارح والمال. المال كيف؟ هذا الأخ يأخذ شيء من ماله ويشتري بعض المطويات ويدعو بها الكفار. مجاهدة؟ والله مجاهدة. الآن إخوان نحن الآن في سوريا مثلا بحاجة إلى مال. جهاد علم وقلب ونفس التوحيد، هذا أهم ما يكون. طيب يبقى جهاد المعاصي والبدع المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، تغيير باليد بالسلطان، فإن لم يستطع فباللسان، تغيير باللسان للعلماء طلاب العلم، فإن لم يستطع فبالقلب. بعد هذا لا يبقى شيء. ثم ختم المؤلف رحمه الله بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأكل العلم يا عارف. قال الله عنه صلى الله عليه محمد وصحبه وسلم. طيب الآن لله الحمد، يعني تقريبا مررنا على أغلب المسائل المهمة في شرح الأصول الثانية. فبعد صلاة المغرب اختبار شفوء للكل، مفهوم؟ طيب اختبار تحليلي ما أدري يستطيعون يعطوكم اليوم الأوراق تختبروا أو متى ما أعرف. نرى إن شاء الله نعم. لعلكم بعد العشاء اختبار تحليل إن شاء الله، لكن بعد الدرس، بعد درس العشاء من الليل طويل ما شاء الله. وكان السلف يسهرون في العلم، يسح السهر في طلب العلم العشاء. لم نأتي لنا من أقول العشاء إن شاء الله. نسأل الله إن شاء الله. طيب تراجع لنا الآن، تستمعوا تكتبوا الفوائد المستفادة من مثل هذا المثل المبارك. وبعد صلاة المغرب اعتبر عندنا اختبار شفوي. طيب بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى ندرس متن القواعد الأربع، وبعد درس العشاء القواعد الأربع يكون اختبار تحريري في متن الأصول الثلاث. طيب لو قال لك قائل: ما الفائدة؟ ما الفائدة من الدرس؟ شو الفائدة؟ درس الأصول الثلاث، ما الفائدة من حفظ الأصول الثلاث؟ ما الفائدة؟ ما استفدت؟ هل استفدنا شيء من درس الصور الثلاث؟ انه بعض الطلاب هدانا الله ان يقول هذا درس الصور الثلاث ما فيها شيء ولا تنفع الدراسه، وانا ادرسها درس الصغار. نحن والحمد لله نعرف التوحيد ونعرف هذا المسائل. نعم كثير يقول هذا، فتقول عرفت انني طالب ولابد ارجع الى مسيحة العلماء الربانيين كبار العلماء في معرفة الكتب والمتون، أفضل وأحفظ أسير على هذا الطريق. وعرفنا مثلا من درس الأصول الثلاثة أننا بحاجة للتوحيد.
توحيد في حياة القلوب، تعلق بالله لا بغيره. نعم، وغير هذا من المسائل إن شاء الله تعالى يعني تكون بعد صلاة المغرب. إخوانا أنا ما أطيل عليكم حتى تراجعوا في المسجد الآن وتكتبوا وتتعاونوا فيما بينكم. معكم إلى صلاة المغرب، وبعد هذا يعني نسأل كل واحد معنا، نسأل كل إن شاء الله تعالى، كل واحد منكم لابد أن يجيب عن السؤال إن شاء الله تعالى. فمعكم إلى صلاة المغرب، تذاكروا وتراجعوا وتكتبوا إن شاء الله تعالى. معكم الكتابة، كتابة الصفحة كان الإمام تكتبوها لي واستلمها إن شاء الله تعالى مع أذان المغرب. طيب، صلى الله سبحانه وتعالى نفقه جميع الله على وصلى الله على نبينا محمد.